السلام الله عليكم جميعا باسم إخوانكم في النقابة المستقلة الصحفية المغاربة والأمانة العامة لهذه النقابة وكافة المناضلين المنضوين تحت لوائها. نلتقي اليوم في هذا الحوار الأخوي والصحفي من أجل مناقشة مجموعة القضايا الكبرى التي ينشغل بها الرأي العام الوطني وتعبر عن نبض الشارع المغربي التي للأسف لم تأخذ مكانها في تعليقات وتغطيات ما يسمى بوسائل التعليم وسائل الصحافة والإعلام التقليدي من صحف وبرامج تلفزية وبرامج إذاعية، مما جعل هناك نوع من الغموض والقلق لدى كافة المواطنين بما فيهم الشرائح الأكثر وعيا وفهما لما يجري في الواقع المغربي. ومن هذه القضايا الكبرى التي خسرنا أن نحاوركم فيها ما وصلت إليه قضية الوحدة الترابية بعد العملية التطهيرية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية بتعليمات من جلالة الملك فيما يتعلق بإنهاء هذاك الحصار ووقف الانسياب الطبيعي ديال حركة المرور ديال القوافل وديال التجارة في هذا المعبر الصحراوي. وأيضا بدون شك أن النجاحات الدبلوماسية التي يخوضها أو يقودها الوزير الشاب موريطا أعطت فعلا مفعولها فيما يتعلق بإقدام مجموعة من الدول في إفريقيا وفي الخليج على فتح قنصليات لها لتمثيلها في الصحراء، مما يدل على أن الاعتراف بمشروعية الموقف المغربي وتزايد العطف الدولي عليه وخاصة فيما يتعلق بمشروع الحكم الذاتي أثبت على أن حركية الدبلوماسية المغربية يمكن فعلا أن تساهم في إضفاء المصداقية على المشروع ديال الحكم الذاتي المغربي. ونظن أن أكبر مجهود نجح فيه المغرب وهو المتمثل في الاعتراف ديال أمريكا بالوحدة الترابية وبفتح ما يسمى بالعلاقات الطبيعية بين المغرب وإسرائيل، ليس فيما يسمى بالتطبيع ولكن فيما يتعلق بربط علاقة المغرب بالجالية اليهودية التي تشكل الجالية الثانية في إسرائيل بعد الجالية الروسية. ونظن في المستقلة بريس وفي النقابة المستقلة للصحفيين المغاربة أن الاعتراف ديال أمريكا بمغربية الصحراء ليس مقايضة بل هو فقط اعتراف أمريكي بالنجاح ديال الملف ديال الصحراء المغربية من خلال الدور الذي قامت به الأمم المتحدة عبر مجلس الأمن. ونعتقد أن المغرب قد نجح أيضا في خلق نوع من الحركة وسط هذا المجتمع الدولي الذي كان منقسما بين المؤيد لمشروع الحل السياسي وبين من يغازل أو يساير أطروحة ديال الجزائر المتعلقة بتقرير المصير ديال الشعب الصحراوي، مع أن الشعب الصحراوي لا يوجد في تندوف بل ثلثين أو الأغلبية الساحقة فيه توجد في الصحراء المغربية التي استرجعها المغرب بطريقة قانونية من المستعمر الإسباني وباتفاقيات موقع عليها بين الجانبين. الموضوع الثاني الذي قررت أو قررت النقابة أيضا أن تشارككم في مناقشته هو المتعلق بتطورات ملف حمزة المنضبي
والاعتقالات التي جرت في بعض المدن سواء بالنسبة للصحفيين أو بالنسبة لرجال القضاء، معالجة وتغطية الصحافة المكتوبة والصحافة الرسمية التلفزيونية والإذاعية وحتى الحرة، مما يؤكد على أن هاد الحضور ديال هاد الملفات ديال الفساد في قنوات التواصل الاجتماعي التي نحن لا نأخذ منها موقفا سلبيا، باعتبار أن قنوات التواصل الاجتماعي اليوم أصبحت تشكل البديل الشعبي، البديل الديمقراطي الذي حول المواطنين من مواطنين عاديين إلى صحفيين محترفين، وحولهم أيضا إلى نواب برلمانيين قادرين على طرح المشاكل ديال الوطن على المؤسسات الدستورية. إلى أن هذه المعالجة للأسف من قبل قنوات التواصل الاجتماعي أضرت بشكل فظيع بالاقتصاد الوطني السياحي، وخاصة بالعاصمة الجنوبية ديال مراكش التي فعلا انهار فيها الاقتصاد السياحي بفعل ما كتب وما نقل وما تسرب من ملفات لرجال الأعمال ولرجال العقار وحتى لبعض المحسوبين على القطاعات الحكومية. ونظن أن قنوات التواصل الاجتماعي يجب عليها أن تعيد النظر فيما يتعلق بهذه المتابعة لا مواطنة ولا مهنية لقضايا الفساد في مدينة مراكش، على اعتبار أن الفساد موجود ماشي غير في هذه المدينة بل في كل المدن، ونعتبره نحن في المستقلة برايس وفي النقابة المستقلة للصحفيين المغاربة مرض عالمي يوجد في جميع العواصم والتي تعيش في وضعية الاقتصاد الحر سواء من الناحية الاقتصادية أو الثقافية أو الفنية. يبقى الموضوع الثالث الذي نريد أن نشارككم فيه وهو المرتبط بأزمة الواقع الصحفي في المغرب وفشل الحكومة عبر وزارة الاتصال وعبر البرلمان أيضا في إقرار منظومة قانونية للجسم الصحفي تسمح بالاعتراف بحرية الممارسة وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين من خلال هذه المؤسسة ديال المجلس الوطني التي جاءت في القانون الثالث إلى جانب قانون مدونة النشر وقانون الصحفي المهني. والملاحظ وهذا ما ربما يوجد عليه الإجماع أن المجلس الوطني الذي ولد بعملية انتخاب مطعون في شرعيتها نظرا للخلق للقانون ولغياب المنافسين والمرشحين الذين يمثلون الجسم الصحفي من خارج النقابة الوطنية للصحافة المغربية وفيدرالية الناشرين، ونعتبر الولادة ديالو رغم عيوبها أنها ولادة لمجلس وطني يجب في المستقبل أن نفكر في انتخابه بطريقة ديمقراطية وبمشاركة واسعة من كافة المهنيين الذين يمثلون الجمعيات والنقابيات والنقابات انطلاقا من التعددية التي يعيش فيها المغرب السياسية والنقابية. يبقى في نهاية هذا الحوار الحديث على التهلهل والتراجع ديال الأداء الحكومي من خلال فشل ما يسمى بالأقطاب الحكومية في التعامل مع القضايا ديال المواطنين ومع انتظاراتهم لا في المجال الاقتصادي ولا السياسي ولا الاجتماعي. ونظن أن هذه الفترة المتبقية التي ربما سنعرف من خلالها نتائج العمل الذي قامت به لجنة النموذج التنموي أن المغرب ربما في ما قبل الانتخابات سوف تكون بين يديه الخطوط العامة والأبعاد التي سيكون عليها العمل الحكومي بعد الانتخابات التي ستجري في السنة المقبلة. وحتى لا نطيل في هذا الحوار الذي سوف يستمر
مع المستجدات ديال الأحداث في الواقع المغربي في جميع الميادين. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.